فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يقول سبحانك في ركوعه وفي سجوده، فهل فعله هذا صحيح؟ وأحيانا لا يذكر شيئا إلا هذا الدعاء سبحانك. يقول ما ورد، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.